أنا شقيق الشهيد معاذ المصري عامر المصري، وجئنا بالساعة الثانية فجرا تقريبا باتصالات بعض الإخوة والأصدقاء والحديث أن هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال لمنزل شقيق الشهيد معاذ في شارع تل. طبعا تابعنا وسائل الإعلام وعلمنا أن الاحتلال يقوم بأخذ قياسات بغية هدم منزل شقيقي. لم يتواصل معنا أحد ولم يسلم الاحتلال أي إخطار أو ورقة رسمية من المحكمة، طبعا هو فقط قياسات وتم طبعا تفجير الباب المنزل والعبث من محتوياته فقط. هذه السياسة الاحتلال واهم، نعتقد أن هذه السياسة ستضعفنا، ستفت في عضدنا. ما زلنا مصرين كعائلة أن ما قام به شقيقنا هو فعل بطولي مشرف، هو يسام على صدر هذه العائلة. أخونا معاذ ورفيق ضرب وحسن وإبراهيم ثأروا لحراري الأقصى، كان فعلهم رد على جرائم الاحتلال والتي كانت آخر حلقة بها ما حصل اليوم. الاحتلال يعتقد أن الشق المادي سيؤثر على شعبنا، لا هو لا يفهم أن هناك جانب معنوي وعقائدي في الأمر. نقول للاحتلال الصهيوني عبثا تحاول، هذه أرضنا، نحن ثابتون هنا، لن تنفع كل هذه الوسائل بثنينا، بتقويض عزائمنا، فكرتنا بأن هذا محتل يجب أن يرحل عن أرضنا الفلسطينية.